شيء جميل لما تكون الإطلالة ديالي ثارت الانتباه، وماشي غير للإعلام الوطني، راه حتى الإعلام حتى يعني كان منابر إعلامية أخرى، إذا كان ممكن مثلا الام بي سي تريندين اي تي بالعربي واحد، وقيل من تي في 5 ولا في الام سي حتى هو طرح هي نفس السؤال، يعني ما السر في الهندام وكذا. فشيء جميل أن يكون لنا فنانا مغربيا، أنا لا أدعي شيء زعما راني أنا باش في الشعر وداك الشيء بعيد كل بعد، ولكن هذا أنا شخصيا هذا رأيي، يعني محفل دولي كمهرجان الفيلم الدولي لمدينة مراكش، يعني يجب أن نمثل الفنان المغربي والفن المغربي السينمائي أحسن تمثيل. علاش؟ لأنه لا مجال للخطأ هنا، ويجب أن نكون في مستوى تطلعات جمهورنا يعني بمدينة مراكش، وكذلك يجب أن نكون في مستوى تطلعات المنظمين ديال المهرجان، وكذلك الحضور المتشكل من صحفيين ومن متتبعين ونقاد إلى آخره، لكن هنالك صحفيين متخصصين يعني في الهندام وفي المظهر الذي يظهر به الفنان وهو يخطو خطوات يعني على السجاد الأحمر، وأنا عندي هاد ربما عندي هاد لا كونسيونس هاد الوعي بهذه المسألة هذه، فلا بد أن محفل مثل محفل مهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش أن أظهر فيه كممثل مغربي يمثل الفن المغربي في شكل لائق ولافت للانتباه في إطار ما هو متعارف عليه.